هذه الصلاة سوف تعقبها امتدادات أخرى، كأن يكون اعتصام أو تمرد أو تراش الأرض، إلى حين الاستجابة للمطالبات الحقيقية لإنقاذ البلد من المحاصصة والطائفية والتبعية. وإذا لم يكن ذلك فهناك مشروع أخطر أو أهداف أخطر، ما أعتقد غايبة عن فكرك أستاذ قحطان وفكر المشاهد الكريم. هناك مشروع خطر قد يؤجج الآخرون إذا لم تكن هناك استجابة سريعة لرؤى التيار الصدري لما يريد للعراق مستقبلا. أستاذ داود عفوا قبل ما أنتقل للأستاذ حسن، عندي سؤال هنا ظل غصة. يعني سيد مقتدى محتاج أنه ينسحب من البرلمان ويروح يحشد جماهيره لصلاة جمعة على مود يسوي اعتصام؟ ما هو كان يقدر وهم بالبرلمان يسوون اعتصام داخل البرلمان ويقعدون النواب، مو سووها قبل الصدريين؟ أستاذ قحطان، الشريك لا يمكن أن يحتج على شريكه بقطع الطريق أو أرغامه على تنفيذ شيء هو مشارك فيه. الآن تيار الصدري إذا سأله يقول لك أنا الآن خارج العملية السياسية، ما عندي شيء، ضد العملية السياسية علنا، لا شريك ولا أولام، أريد التغيير والتغيير سيكون من هذه الطرق السلمية. وإذا لم يستجب الطرف الآخر بالطرق السلمية أنا عندي أيضا طريق آخر، هو خلاص العراق بشكل نهائي، يما نكون أو لا نكون مثل ما يقول شكسبير. فبالتالي أعتقد الأمور أيضا لها محاكاة بالجانب الخارجي أو الجانب الإقليمي الدولي في هذا التوقيت. هناك توقيتات لاجتماع إقليمي، هناك توقيت لناتو عربي، هناك توقيتات أخرى للضغط على إيران باتجاه تخفيف العبء في المنطقة. فهذه قد تنجمع من حيث يشعر أو لا يشعر التيار الصدري بهذه المواعيد، هي مواعيد قد تزامنت مع هكذا اجتماع، فبالتالي الضغوط مؤاتية والظروف أيضا مؤاتية للتغيير نحو الخلاص من التوافقية والمحاصصة. أنا كشخص أنا مع إلغاء التوافقية والمحاصصة والعودة بالعراق دولة مستقلة سيادية لها قرارها الخاص ولها سياستها الخاصة.